كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، يعني لم يكن قصيرا ولم يكن طويلا شنو؟ بائنا. عشان كذي تلقى في شرح الشمائل المحمدية، شمائل المحمدية لابن للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، شمائل المحمدية كتاب مشهور فيه أكثر من 414 حديث، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة. قالوا ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، لكن في كتاب الشمائل كلاما قريبا من هذا، وهو أنه إلى الطول أقرب منه إلى شنو؟ القصر صلى الله عليه وسلم، يعني هو أقرب إلى الطول من شنو؟ من القصر. فهمت؟ ده الوصف الأول. أزهر صلى الله عليه وسلم اللون، ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، يعني لونه ما آدم ولا لونه شنو؟ الآدم ده يعني بسمونه احنا في الداري هنا نقول لك أسمر غامض، يعني أسمر غامض، لونه ما أسمر صلى الله عليه وسلم، غامض. ولا بالأميض ولا بالأبيض الأمهق، الأمهق يعني شديد البياض، في بياض يا جماعة ما محبوب، في بياض مرات ما محبوب، مش البياض المحبوب الذي كان يعني يوصف به صلى الله عليه وسلم، بياض مشرب بالحمرة. هسي مش في بعض الناس بتشوفهم في بعض الغنوات أو في بعض تلقاه أبيض شديد، لما شنو ذاته مرات تغيز منه، يعني وإن كان ده ما عيب، ده ما خلق من الله سبحانه وتعالى. فهو ليس، قال ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، كان أبيض مشرب بالحمرة، مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم، جميلا في خلقته صلى الله عليه وسلم. قال رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط، السبط يعني ما النوع الشعر الجنو بيكون مستقيم تماما، زي ساوينه بمكوى بعض الناس تلقاهم، ولا الجعد ولا القطط يعني الشديد التجعد، يعني تلقاه زي المفلفل، وإنما فيه قال رجل الشعر ليس بالص... الرجل هو الذي فيه تثني قليل، قال ابن الجوزي رحمه الله، يعني أنه فيه تثني قليل، وكان شعره صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه في الشمائل المحمدية، وذكر رواية أخرى إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان كأنه أقرن وليس به قرن، وإنما بين عين بين حاجبيه وعينيه عرق، إذا غضب هاج، وإذا ابتسم وفرح استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، ووجهه أقرب إلى المستدير، وهو كث اللحية صلى الله عليه وسلم، وكثاثة لحيته إلى الأسفل أكثر من العارضين صلى الله عليه وسلم، وهو واسع الفم صلى الله عليه وسلم، جميل المنظر، وواسع العينين كأنه أكحل، وطويل الرموش صلى الله عليه وسلم، من رآه كأنما يرى النور في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأعظمهم هيبة صلى الله عليه وسلم. ده شكله. أما جسده صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسمين ولا بشنو ولا بالهزيل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم الكراديس كما في الشمائل المحمدية، عظيم الكراديس، كراديس العظام، خاصة عظام شنو المفاصل، وهذا قال يدل على قوته، عظيم الكراديس. قال أنس في البخاري كنا نرى أن له قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى كأنما ينحدر من فوق صلى الله عليه وسلم، يعجبك مشيه ويعجبك سمته صلى الله عليه وسلم ومظهره،
من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم وفرح بلقياه. نسأل الله يجمعنا به في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا. عشر الأولى دي قال ابن الجوزي لا تعارض بينها وبين الحديث الذي في البخاري وفي غيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقام بمكة 13 سنة. قال لأن الدعوة في بدايتها كانت في الخفاء 3 سنوات، ثم انتشرت في الملأ 10 سنوات، يعني 23 سنة، 13 في مكة و10 في شنو؟ في المدينة. قال وتوفي على رأس 60، ليس في رأس يعني 63 سنة، على رأس 60. هم مرات ما بيذكروا الكسور أو الأرقام القليلة. ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. خلق جميلا ومات جميلا صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم، عرفت وصفه. أما حديث أم معبد رضي الله عنها، الحديث ذا جماعة حديث منتشر بين الناس، بعض أهل العلم مال إلى تضعيفه وبعضهم صححه. صفحة 47 من الطبعة دي جاء فيها تحقيق. قال حديث أم معبد أورده بطوله الهيثمي في المجمع في الجزء السادس 55، صفحة 55 ل 58. وقال رواه الطبراني، ده الهيثمي، قال رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لا أعرفهم. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكات، مشكات المصابيح تحت الحديث رقم أو برقم 5943، الألباني رحمه الله قال وكذلك رواه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 9-10، قال وصححه منه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني قلت وهشام بن حبيش أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، دار اذكر لك العلة شنو، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولا ذكر له غير ابنه راويا. طيب، قال فأنى لإسناده الصحة، يعني الألباني قال كيف يكون لإسناده الصحة؟ قال نعم، قد يرتقي الحديث إلى الحسن أو الصحة بطرق ساقها الحاكم. وقال الذهبي ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح. المهم نحن الآن اكتفينا بذكر شنو؟ الذي في البخاري ومسلم.